محمد غمدة، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالكتابة العامة لإقليم تالودنت. في البداية أود أن أتقدم بأصدق عبارات تهنئة للمشاهدين الكرام، مبتهلا إلى العلي القدير أن يكون هذا الشهر المبارك فاتحة خير ويمن وبركات، وأن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين بموفور الصحة والهناء، وعلى الشعب المغربي بالرقي والازدهار والأمن والهناء تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. كما لا يخفى عليكم أنه بالنسبة لشهر رمضان كيتميز بتغيير ملحوظ في العادات الاستهلاكية للمواطنين، بحيث يرتفع الطلب على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ما يترتب عنه عدم توازن بين العرض والطلب في بعض الأحيان بخصوص مجموعة من المواد الغذائية. وحرصا على ضمان تموين كافي ومنتظم لأسواق المملكة بمختلف المواد والمنتجات اللي كيقطر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الفضيل، وبغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين اللي تضررت كثيرا بفعل تطبيق تدابير الطوارئ الصحية والإجراءات ديال الحجر الصحي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. فقد اتخذت حكومة صاحب الجلالة نصره الله كافة التدابير من أجل التوفيق بين العرض والطلب لهذه المواد والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. وهكذا فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى المركزي، كان آخرها اجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس 2021 بمقر وزارة الداخلية، ولتأسو السيد وزير الداخلية وبالحضور ديال السادة الوزراء المعنيين، خصوا بالذكر السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير المتدرب لدى وزير الداخلية. وشارك في هذا الاجتماع السادة الولاة والعمال عن بعد، وكذلك السادة رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اللي شاركوا في هذا الاجتماع عن بعد. ومن خلال المعطيات اللي تم التقديم ديالها برسم هذا الاجتماع، فقد تم التأكيد على أن وضعية التموين المرتقبة خلال هذا شهر رمضان الفضيل ستتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة ربوع المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، وذلك بفضل الإعداد الجيد والمجهودات التي يقوم بها المنتجون والموردون والموزعون والتجار، وكذا الإجراءات المواكبة التي اعتمدتها السلطات العمومية بهذا الخصوص. ثانيا، تم الوقوف على أن أسعار المواد الأساسية هي مستقرة، ولم يتم تسجيل أي طارئ يستحق الذكر، باستثناء بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس السنة نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض، مقابل لكن هذه الزيادة هذه يقابلها الانخفاض النسبي في أسعار الخضار والقطاني والفواكه الجافة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كذلك تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على حرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجنب مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار مقبولة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم. وفي هذا الصدد أعطى السيد وزير الداخلية التعليمات ديالو من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة من أجل حماية المستهلك من كل ممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية
وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعه وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشان. على مستوى اقليم ديال تردانت، هذا على مستوى الوطني، اما على مستوى ديال اقليم ديال تردانت، وبالرغم من المعطيات المطمئنه والمؤشرات الايجابيه المستقاه من خلال التحريات الميدانيه اللي كتقوم بها المصلحه ديال الشؤون الاقتصاديه والتنسيق بالعماله، وكذلك التقارير اللي كنتوصلوا بها من لدن السلطات المحليه وكذلك من المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومندوبيه التجاره والصناعه والمديريه الجهويه للطاقه والمعادن. هذه التقارير كلها تفيد بان كل السلع والبضائع متوفره بالكميات الكافيه، الا انه بالرغم من ذلك يتعين وضع اليه التنسيق والتتبع اللازمين على مستوى النفوذ الترابي واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتحقيق الاهداف المرجوه، وذلك من خلال التتبع المستمر والدقيق لحاله تمويل الاسواق المحليه ولوضعيه الاسعار لرصد ومواجهه الاختلالات المحتمله في التموين ومسالك التوزيع بالنجاعه والسرعه المطلوبين. كذلك تكثيف عمل ديال اللجنه الاقليميه واللجان المحليه نظرا لشساعه الاقليم اللي فيه 89 جماعه، وبالتالي يستحيل على اللجنه الاقليميه لوحدها ان تقوم بمراقبه جميع النقاط البيع بنفوذ الاقليم ديال تردانت، وبالتالي ستؤازرها في هذه المهمه اللجان المحليه اللي كيتراسوها الساده القياد والباشوات بمختلف البشويات والقيادات اللي كاينين في الاقليم. وسيتم تفعيل مقتضيات القانون الزجريه في 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 حق المخالفين، والسهر كذلك بحزم على احترام الاجراءات الوقائيه والتباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجاريه ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، خصوصا وان الاقليم ديالنا على غرار جميع الاقاليم ديال المملكه كيعرفوا الانتشار ديال هذا الوباء ديال كوفيد 19، ما يستلزم الالتزام بالاجراءات الاحتياطيه للحد من تفشي هذا الفيروس. وموازاة مع هذه الاجراءات اللي قلنا، سبق عقد تم عقد واحد الاجتماع نهار جوج في شهر 4/2021 على مستوى الاقليم تردانت، هو اللي ترأسه السيد الكاتب العام، وحضروا جميع المتدخلين فيما يتعلق بتتبع حالة التموين والاسعار بالاقليم، واللي تعطت فيها التعليمات هذه، وكانوا حاضرين حتى الجمعيات ديال حماية المستهلك والامناء ديال مختلف الحرف الجزارين والتجار، وتعطات هذه التعليمات وهذه التوضيحات بانه تم الاطمئنان الجميع على ان جميع المواد متوفره، وتم كذلك اعطاء التعليمات على انه لابد بالرغم من ان كل المواد متوفره لابد من حمايه المستهلك من بعض المخالفات التي قد يرتكبها بعض التجار. وفي هذه المناسبه تعطات ارقام الهواتف ديال اعضاء ديال واحد اللجنه ديال الديمومه اللي هي كاينه على مستوى قسم الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه، تعطات ارقام الهواتف لنشرها قصدا الاتصال في حالات ملاحظه اي مخالفه من المخالفات اللي ممكن تساهم في مس القدره الشرائيه للمستهلك او ان تمس السلامه الصحيه ديال المستهلك. يتم الاتصال بنا في هذوك الارقام وان شاء الله سنقوم باللازم، وشكرا.